أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في هذه الآية أيها الإخوة، كنايات من كنايات القرآن الكريم، هي ثلاث كنايات وقعت في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وفي قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وفي قوله تعالى: فالآن باشروهن. الكنايات الثلاثة كنايات عن الجماع، لكن الجماع لم يذكر أبدا، إنما ذكر ما يكنى به عن الجماع، وفيه نوع من تنزيه اللسان عما لا يليق ذكره. فالكناية كانت بأرشق لفظ عن مسألة يحتشم المرء عادة من ذكرها بشكل صريح. لاحظوا معي في الآية الأولى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما الرفث؟ قالوا الرفث الكلام مع النساء في شؤون الالتذاذ بهن، وقد أطلق على الجماع كناية. إذن في قوله تعالى: أحل لكم الرفث، فالرفث هنا بمعنى أحل لكم الجماع، لأنه الجماع كان محرما على الصائم في ليله ونهاره طيلة شهر رمضان، يعني متى نام حرم عليه الجماع، إذا أفطر أحل له الجماع، فإذا نام فحرم عليه. فيبدو أن يروى أن صحابيا قال: هلكت يا رسول الله، فأحل الله سبحانه وتعالى الجماع إلى الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، طبعا بيّنت الآية أن هذا حلال إلى أن يتبين، الكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذه أيضا يعني كناية. لكن نتحدث هنا عن كنايات الجماع. يقول تعالى بعد ذلك: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وفي هذا أيضا كناية عن الجماع، لأن اللباس ما يشتمل على جسم الإنسان، وقد كني به عن شدة المخالطة. قال النابغ الجعدي: إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت عليه فكانت لباسا، كانت لباسا له وهو لباس لها. إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت عليه فكانت لباسا. وما أروع تعبير القرآن الكريم في هذا، عندما قال ربنا جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لم تستطع لغات الأرض أن تترجم هذه الآية كما ينبغي أن تترجم، لأن هذه اللغات لا تستطيع أن تعبر
هذا التعبير الراقي عما يمكن أن يخدش الحياء. وأما الكناية الثالثة ففي قوله تعالى فالآن باشروهن، أيضا عبر الرب جل وعلا، عبر الله جل وعلا عن الجماع بالمباشرة. ما المباشرة؟ قالوا المباشرة من البشرة، أصل باشروهن من البشرة وهي الجلد، وقد كني بالبشرة عن الجماع لما فيه من التقاء البشرتين، فلم يعبر هنا بلفظ الجماع بلفظه وإنما بألفاظ توحي تؤذن به. فإذا لا الرفث هنا بمعنى الرفث الحقيقي الذي هو الكلام بما يلذ من الكلام، قد يكون كلاما فاحشا يعني، لذلك جاء الكلام في سورة في التحريم فلا رفث ولا، حتى الكلام هناك الكلام السيء محرم في الحج فضلا عن الجماع طبعا، فلا رفث ولا فسق ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، الكناية أيها الإخوة في بلاغتنا العربية كما قال أرباب البلاغة تقسم إلى ثلاثة أقسام: كناية عن صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة. فالكناية عن صفة كأن تكني مثلا عن الكرم بأنه كثير الرماد، وتكني عن الشجاعة أو عن بأنه طويل النجاد، أنه والله هو طويل لأن نجاد أي غمد السيف طويل، وتكني عن السيادة بأنه رفيع العماد. ماذا قالت الخنساء عن أخيها صخر؟ قالت طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. فكنت عن ثلاثة صفات بثلاثة تعابير، لم تقل هو كريم وهو شجاع وهو سيد في قومه، إنما ذكرت هذه الأوصاف أو هذه الجمل لتكني عن تلك الأوصاف. والقسم الآخر أيها الإخوة الكناية عن موصوف، قد تذكر الصفة لتدل على الموصوف، كما قال الشاعر قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مشغوفة بمواطن الكتمان. الرماح مشغوفة مصوبة إلى مواطن الكتمان، مواطن الكتمان ما هي؟ القلب. فالرماح مصوبة إلى القلوب، لم يقل القلوب، مشغوفة بمواطن الكتمان أي مواطن أي بالقلوب، فهي كناية إذا مواطن الكتمان عن موصوف وهو القلب، كما قال الشاعر مثلا شوقي ماذا يقول؟ يقول إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. ماذا يعني بالضاد؟ يعني اللغة العربية. فكنا بالضاد عن موصوف وهو اللغة العربية. وأخيرا يقول علماء البلاغة الكناية عن نسبة، قد تكني عن نسبة الصفة إلى صاحبها، كما لو قلت مثلا فلان الذكاء ملء عينيه، يعني هو ذكي، المجد يمشي في ركابه. الشاعر ماذا قال؟ اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه. اليمن يتبع ظله، إذن هو صاحب يمن، والمجد يمشي في ركابه، إذن هو صاحب سؤدد أو سؤدد إن شئتم. والشاعر الآخر يقول قوم لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إن ساروا. لاحظوا يريد أن ينسب إليهم السرور فقال حل السرور، وسار الجود إن ساروا يريد أن ينسب إليهم الكرم، أعوض من يقول هم كرماء يقول سار الجود إن ساروا، فنسب إليهم صفة بما يسمى بكناية النسبة.